أعزائي المشاهدين، نبلش في أخبارنا لهذا اليوم. خبرنا الأول أعزائي المشاهدين، سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. نشاهد هذا التقرير. يا حالات كلمة يبا، أبونا العود وولي عهده إن شاء الله يحفظهم. يمكن لما نشوف الصورة الأخيرة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الله يطول بعمره، قولوا يا رب وولي عهده الكريم هذه الصورة الجميلة، وأقول يجب أن نقول السمع والطاعة لولي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولي عهده الأمين، عسى الله يحفظهم ويطول بأعمارهم.